صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز زيارة مساكن الذين عذبهم الله مثل مساكن عاد أو ثمود؟ قصدها بالزيارة لا ينبغي، لأن هذا تعظيم لها. أما إذا مر بها، إذا ذهب الحاجة ومر بها، فإنه لا بأس أنه يدخلها ويعتبر، كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يدخلوا ويتعجبوا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. الذي يدخلها للخشية والخوف من الله بدون سفر لا بأس، أما اللي يدخلها من يتفرج ويعجب بها ويقول هذه هي الحضارة وهذه هي الآثار فلا، هذا ما يجوز، هذا تعظيم للكفار وتعظيم لأمر الدنيا